اهلا وسهلا الاخوت والخواتات، اش اخباركم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو ديال هذا النهار هذا اللي هو مميز، غادي يكون اول ظهور للميمه ديالي الحنينه في القناه ديالي. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. السلام عليكم ابنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ودخل عليكم هذا العام الجديد ان شاء الله بخير وعلى خير لوليداتنا وليدات المسلمين كافه اجمعين كاملين. ايوا الحمد لله والشكر لله. شنو الاحساس ديالك وتشي اول مره كتبان؟ ايوا الاحساس خايفه معاكم شويه، ضروري من شويه. كي دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، صحه مزيانه ان شاء الله. اليوم الفيديو ديال اول ظهور لميمه الحنينه عندي في القناه، وانا فرحانه بزاف، ما قداني فرحه. ايوا قلت ليها تقدم ليكم واحد البوشيه المهم انا جيت عند انا وليداتي، وقالت لي نصايبوا بوشيه للكسكروت، وقلت لها اجي علاش لا اللي ما نشاركوش مع المشاهدين. ايوا هادشي اللي كاين دابا، راه غادي توجدوا لكم، راه كيجي على المزينات وتبارك الله الصلاة على النبي، كديروا لنا في العربيه كيجي زوين. ودابا هي غتشاركوا معاكم. نقولوا بسم الله، حنا راه عاديين، راه الحمير هادشي عادي ديال بنات الشعب. اييه مليحه الخميره، كيشتا من الحانوت حتى هي باقا ميته باقا جديده باقا كاع مدهسه في القرعه. ايوا شحال تقريبا كديري؟ شي معلقه؟ شي معلقه الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره، شويه الخل. اللي عنده الخل الابيض يديرو، ديرو اللي جات قدامنا. كديرو شنو هي؟ السنيده. رجع واش قلتي السنيده باش كيجي داك اللوين زوين. بسم الله، ماء دافيه، ماء دافيه ومخلط. الوالده راه كتعجينا في بانيو. ايوا كلشي زين. كيضحك كيضحك الوالده. الوالده بالنسبه للدقيق، نسيت انا ما قلتش لكم الدقيق هنا، دارت الفورص مع القمح ديال الدار مشطط غربلاتهم وهما اللي جنات. مثلا الوالده كتضحك. تخلي مرخوف شويه، تخلي مرخوف. كيجيش بحال شكل البطبوطه داك اللي كيجي بحال المركد. بحال المركد هادشا بحالو. بلاد ليك بلا والو والو، كدير لها بحال هكا كتحطيها. خليها خلي جي انت كديرها هذاك. شحال كتخمري من مره؟ مره كنخمرو شي خطرات، كدير جوج مرات كتسالي، كنغطيه نخلي تيه تمر. دابا هذا ملي كديري كتغطيه ما كندكم والو. صافي، يعني هذا ديال المعكازين في ساعي وجد ديال المعاكز. كلشي زين، شتي كيخليته مخوف. اييه ايوا صافي، دابا غتسجليه تخليتيه يخمر. صافي نغطي نخليتيه. المرة الثانية شنو؟ الثانية مشا نخليه. المهم اللي درناها غنشاركوه معاكم، راه كيخمر جوج مرات باش كيجي بحال السفنج. جي زوين. يلاه نرجعو معاكم من بعد ملي يخمر. دابا فين وصلنا؟ الخمرة الأولى حيدناها. دابا هبطتي الخميرة الأولى، دابا درتي الثانية. شوفوا كيفاش جات العجينة مرخوفة بهذا الشكل هذا. شوارع ما دلكتها ما والو، شوفوا تبارك الله العجينه كي دايره. صافي دابا شنو غديري؟ دابا صافي عندنا هنا ديال الزيت. ها انتما كتحتاج هنايا الزيت، هو اللي كدهن به يديها باش ما يتلصقش ليها بحال ما هكا. شتي ضروري كديروا الزيت باش ما يتلصقش ليكم في يديكم. صافي كديري بحال ما هكا وتحطوه يعني كيف ما شفتوا. هاد العجينه اللي دارت خرجت لينا شحال؟ ستة الحبات، ستة ديال المطبوطات. ستة وحيدة ليوسف. صافي بحال هكا. دابا بقاو معانا ما تشوفين باش تشوفوا معانا
كيفاش شنو غدير دير الدقيق ياك غتقرصهم دابا بالدقيق باش يجيوكم ساهلين في الخبيز وفي الخزان غديري الوليده بغيتو تخبزو نيشان تخبزو هي كامل مره كتخبزو نيشان مره كتقرصو ما تجي فين تكملو كامل صافي كتبدو الطياره كتحطو هنايا كتقاديها من الاخر مي ما قدرتش هادي على القادي حتى كتقرصي كلشي عاد تبداي تقادي ما تقرب شويه ضروري الدقيقه راه ما كتكثرش بزاف راه كديرو غير شيشه فقط عاد من بعد راه في الطياب راه كترش الزيت مطوع هاي طوع حتى جات في بلاصه نيشان صافي هكا غتكمل هذا بنفس الطريقه هاد الخبيزات اللي بقاو عندنا هنا ثلاثه ونرجع معاكم البطاطا ديالنا هما هادو دابا غادي نغطيهم بين ما واحد 5 دقائق ما كاملاش قبل ما تحط المقله صافي ان شاء الله نبداو نطيبو فيهم ايوا دابا كنوجدو واحد البيضه حتى هي الكوتي راكم عارفين الدراري عزيز عليهم هادشي تبارك الله صح عندي شي شو غادي يكون بلا نار شويه الزيت صافي كيبان بحال هكا البيضات كترش الزيت صافي وكتقلب بحال هكا جاب بحال الشفنج تبارك الله عليك الوليده الله يبارك فيك وحده قسم ايوا شويه تبارك الله عليك هذا هو البوشيير ديال العربيه شوف 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 هاد النفيخات شوف الحاد كتعرفهم من هاد النفيخات تربي وتشقى وما تقول مليت هادي هي امي طيح كي الورقه وانا عليت هادي هي امي حبها يجري في دمي راياني هزه همي الجنه تحت قدام تربي وتشقى وما تقول مليت هذه هي امي طيح كي الورقه وانا عليت هذه هي امي
البوشيار اللي صايبت معاكم لامي ما ها هو وجد جا غزال ما شاء الله تبارك الرحمن جا غزال بزاف الله يعطيها الصحه دعوا معاه بالصحيحه وطول العمر ان شاء الله. ها هو انا قدمناه بزبيده بلديه ديال العربيه حتى هي، والمفاجاه الكبرى انها جات عندنا اختي وليداتها حتى هما يجمعنا كاملين. كانت واحد العشيه اللي زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم وتفرقعوا لي باللايكات وبالكومونتيرات. صراحه من القدام غادي يكونوا فيديوهات لي زوينين وعائليين، وان شاء الله غادي يكون ما احسن وغادي يكونوا داكشي جديد جديد جديد. كنتمنى انكم تدعموني والله يخلي لكم والديكم، ودعيو لي مع ميمتي الله يخليها ليا والله يعطيها صحيحتها يا ربي، وجميع الاميمات المسلمين يا ربي الله يخلي لكم والديكم.